طبعا شعوري كثير حلو هلا، وانه اشي جاد كثير حلو وجديد، وبتمنى يكون جد اشي بغير شوي، وانه يساعد القضية قبل ما يساعد اي حدا تاني، لانه في اطفال لسه بتعاني وفي اطفال لسه بتتألم. وبتمنى انه جد يعني بشكركم كثير، يعني كثير كان اشي حلو جد، يعني شعور ما بنوصف. طبعا كل الشكر للعين، لانه فعلا يعني انت هون بتعرفي انه في ناس مهتمين بالطفل لما يكون هو قادر انه يوصل رساله، وهيك يعني هذا دعم كبير احنا بنعتبره في مساعدة الجنة بانها تمشي بمسيره صوت اطفال فلسطين او صوت اطفال اللي بتألموا في هذا العالم.